السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي بيده الخير وهو على كل شيء قدير الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أحق من عبد أحق من ذكر أنصر من ابتغي أرأف من ملك أجود من سئل أقرب شهيد وأدنى حفيظ أحال بين النفوس وكتب الآجال ونسك الآثار فهو الملك لا شريك له وهو الفرد لا ند له القلوب عنده مفضية والسر عنده علانية والخلق خلقه والعبيد عبيده والحلال ما حر ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى ولا حول ولا قوة إلا به وهو السميع العليم قل هو الله لا إله إلا هو عليه نتوكل وإليه المصير قل هو الله الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله الذي لا إله غيره وله الأسماء الحسنى قل هو الله المتفرد بالألوهية والأسماء والصفات وهو بكل شيء عليم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أخوة الكرام الأخوات الفضليات عليكم ونفسي بتقوى وإياكم والمحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله منا وإياكم من النار قال صلى الله عليه وآله وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله والمقاصد الذكريات للكتاب والسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا نزل الله فيهم الملائكة أو تتنزل عليهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وعمهم يعني في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بكل خيار رب العزة والجلال وقفنا في اللقاء الماضية وبالأمس وقد تكلمنا عن معاني كلمات القرآن مما استطعنا وما زلنا في دروسنا التفسير نرى كثير من معاني الكلمات القرآن وما قصد منهم الله تبارك وتعالى المراد بالنزول الكتاب هداية الناس والحكم بينهم وتخبيرهم عما جرت في أزمان سابقة
ليتعلم الناس منهم ويهتدوا به على سبيل ما بينها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ولذا سلقنا نحن أيضا طريقي لابتغاء مرضات الله، وتلك الطرق هي بتعليم معنويات ما جاء من الكتاب والسنة. بالأمس تكلمنا عن كثير، واليوم لنا كلمات، ومن وين اشتق الكلمات وكيف استعمل بهذه الكلمات في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وفي أزمان الصحابة والتابعين وتابع من تابعهم وتابع التابع من تابعهم. اليوم لنا ذكر خلق الملائكة وصفاتهم. متنا ما يجفق الله سبحانه وتعالى وكسسني من أمر سبب اليوم بك محمد صلى الله عليه وآله وسلم يالله قيتو مرا أبلون جيو الدنيا بسلام بكم إليزا أنا سيرسي وقوة الله أحمد جوكوة وكتام بلد من جيو يزم بك محمد صلى الله عليه وسلم وتبان قتونو نيا وكونا أمك محمد صلى الله عليه وسلم قانت ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله ngajuku nganira mwemu kunyumba nyumba zani za Allah illa ngechigendera chabwe sikumulisanze she body tomulisa nje ndabona tikunganira mwemu kunyumba munyumba zani ngechigendera kujukira Allah nambaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam okujja ko nga Allah basamuki malaika rahma ezok sasira wagashiyat rahmatullahi alaihim okusasira kwa Allah ne kubakolaki ne kubabuna wane kubabika wane babiki okusasira kwa ekitibwa Allah subhanahu wa ta'ala haka nga aya ya nga hadithi jekum wa yawma al-qiyamati yud'a haulai unasu alladhina kanu ala tilka al-adab bagena kuitu abantu abo Allah genda kubaga antikumu maghfura lakum kabuddilat sayyiatukum hasanat ibiyonu nubya mbifuri dwebiki ibirunji walakin wabula لا يعلم ابن آدم من آدم أتكدوك من ينتي كتكدوك بانغا تابانغا كتولا بطوزي ممشي ممزكتي ناولي رزا نغبولي رزا ناليو كاغوا مشي حديثي وبلا أجين دمويتش سيرا الله شابا متدم نوبتا فاوبوي نبوبا نغا بزيمي دوكو كسلاو كواني كو الله سبحانه وتعالى يأتكدوك جزاكو atakenda kugezaako kukola ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byabamulagidde. Khalqul malaika wa sifatuhum obutonde bwaba malaika obutonde bwa kwabwe nebitendo byabwe wa kabla dhak ladaya ilaykum su'al بداية الخلق قبلها كان الله ولا شيء قبله عندما يقول يبتون دي والي والله انت والي وشالي والوشي وبربرية ولا يقل أن يسأل الإنسان وقبل الله كان من
tekijja si kituufu kya mu magezi kubuuza olubereberye lwa Allah waliwo ani kino kyowesanga nga waliwo ayinza okikola ki nga Allah tannabeerawo waliwo ani faljawab kana Allah anseri nti yali ani Allah fahuwa alladhi kan fahuwa alawal laisa dunahu shay laisa qablahu shay وهو الظاهر فليس فوقه شيء وهو الباطن فليس دونه شيء وهو الآخر فليس بعده شيء وهو الفرد لا ند له والملك الذي لا شريك لا هذا هو الله سبحانه وتعالى يليو الغربيرين نغا توالي كيريو يجو كبيرا وولو فنجما نغا توالي كسيقدو يجو كسيقلو كموزة تشيشالي وولو بيبيريواني وكان عرش الله بداية الخلق عرش الله كان على الماء Ettebenkerero lya Allah lyali kumaki kumazzi walamma khalaqa Allah subhanahu wa ta'ala as-samawati wal ard wa man fihinna ja'ala 'arshuhu fawqa as-samawati wal ardin wa kama ja'a fi hadith ar-rasul sallallahu عليه وآله وسلم اسمعوها يقول تبارك وتعالى رفيع الدرجات ذو العرش أول الأمر كان الله سبحانه وتعالى هو مرافع للدرجة انتاني كوينسي الله يلياستو دبريكي بريشم هكذا بدأها وكان العرش والبحر والماء بيد الله سبحانه وتعالى بالنبي أتاندك برمك نقواني واجتوى الله سبحانه وتعالى والآية تجدها في سورة الغافر الآية 15 كلمة الرفيع بمعنى رفع اتقام رفيع بمعنى رفع واستمر الرفاع تدقيزة كستلا وكمال بانجي الدني فليس هناك مقدار مدة كم رفعها Tewali wabanga gereri manjidua Allah ya bisturi la banga chi Bale innahu Rafaa sama Rafaa alarush Walma wa Mafihin na fihin Waladhi kana fihin Kana alma walarush Echalu wa michisere cho gali mazi Nachi Na arush Fathalif ma khalaka Allah Subhanahu wa ta'ala alqalam Allah chi yatonda nge chukusatuwa hiya awalu ma khalaka fitarikh Nga jichuwa ndiki wange chisoka mchi Biafayo khalaka Allah Al-Qalam Allah natonda chi Faamara al-Qalam Ani yaktuba Nala gire kalamu yikole chi Ewa ndike Makadiru al-akhlaq Wa maayenu al-insan wal-ajan wal-malaika فكتب القلم كلما أمره الله سبحانه وتعالى أن يكتبه رفيع الدرجات ذو العرش ذو بمعنى صاحبه بغاني ذو العرش أتجزى ننيني وقال فتعالى الله الملك الحق ما عندنا
Allah yali yogira ku ntandikwa nga tanaba kubaako kyataddewo. Allah ni fata'ala Allahul Malikul Haq. Yali agulumirira mu ye yekka Allah. Omufuzo wa maki. Wa mazima. Fakana ya'ala 'ala al-ardi kullah. Ye yali agulumirira wonna olwalero buli wola bekitonde. Kabla an yusammaha ardu. Nga tebanna waita naki. Nsi. Nga betu waita olwalero. La ilaha illa huwa rabbul arushil karim. Tewaliyo asukurumizi buatari Allah. Omulezi wanna mrondo. Echi. Bimana rabbul arush. Bimana khalikuha. Siga mandi ya jizala. Siga ndi eriye mmele. Wabula ye ya jikolachi. Ye ya jitonda. Surati Namur. Surati Al-Mu'minun. الآية 12 و100 وقال الله يجينا ما سننين يلا غاندي الله لا إله الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم في سورة النمل الآية 26 معنى الله لا إله إلا هو amakuru gechigambo Allahu la ilaha amakuru yali Allah okuvira dala muki muntandikwa ngate kisinzibwo kujakani rabbul arshil azim nanyini namulondo echi ekitiba wawal ghafurul wadud fallah subhanahu wa ta'ala باب كلمة هذا بعدها قال ظل عرش المجيد وكلها تعني في بداية الأمر كان العرش منتاني كوا ينسون كتون دي شاريو يليكي عرش وبعدها خلق الله الماء وجعل العرش على الايه على الماء ظل عرش المجيد فكان العرش حينئذ ممجد أتدرون ما المجد نعم اجتوى ومن كان يوجدها يمجدها فالممجد العرش مجد بالماء لما خلق الله الماء وجد الماء أول ما خلقها الله العرش فسبح الماء ربه وعظم الماء عرشه لأن العرش كان أول ما خلقها الله ومن هنا نتعدب أن الصغير يلزمه أن يقيم الكبير والكبير يلزمه أن يرحم الصغير بيبير بيتوي قوى Bugala mazzi gawa arushe kitibo lokuba gajisanzeo. Mwemuve byokuyiga kuvirira ku mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam min as-saghir ikramatil kabir. Nti omutayi nokuwa mukuru kiki? Wa min al-kabir tarhimu as-saghir. No mukuru na asasiro muki. Omuto. Wa an yad'u bi ismi al-karama. Nokumukoleranga mulinya oba mukiito ekimwe kiki ekitibwa mithal adhib lakum wahida min al-amthal jaa sahabiyyu Shu'aib ar-Rumi wa jaa sahabatu al-akhar fada'a Shu'aib ar-Rumi bi kallat ummi tilka sahaba faqala ya ibna sauda وأم شعيب الرومي كان أسود اللون فدعاه صاحبه باسم لون أمها فسمع الرسول الكلمة فغير الرسول صلى الله عليه وسلم تغير وجهه وتقدب وقال فيك مرء شيئا جاهلية لماذا دعا الرجل بما يذله فقال الرسول فيك امرؤ شيئا جاهليا
إذن لا يجوز للإنسان أن يدعو الإنسان إلا بما يكرمه تجكرز بمونتو وبمتوند كويتا متوند مني يتجند مكولاكي وكمككاكاكا ولمباس أبا بالي بني نمبك محمد صلى الله عليه وآله وسلم شعيب الروم نسأبك نلبي الدرين ولكي يفايت شعيب الرومي يتناداه بلون أمها يميت لانجياني yanyina yabna sauda wanga gumtani womichi womuduga fatagayyar rasul faqala fi kamru shay'an jahiliya naga masabo rindi gochari mu kafiri atad'u ar-rajul bima yadhillu ukuzisa ukwito musajja ne kigambo ikimukakanya fa'adha min 'adati al-kufr nambisa yabuki ومن إباء التأبى والتبنى في الإسلام مبتاتا نوبتبني مجي مبسلام من الأدب ألا يدعو الأبي ابنه باسمه مجرد كامون بيسا تاتا على مكويتا متبنيوه لينيالي عبد الرحمن فمن الأدب الإسلام أن يقول الأب يا ابني يا بني ومن الأدب أن يقول الابن يا أبتي ولا يدعو يا سليمان كامون بيسا تاتا غامبو مهانا انتي متبني نمانا ايتي تاتا انتي تاتا سوسي تاتا جوه سوسي تاتا سولا ومن الأدب الرزية Muzeki siku chebuganda omuita mama jowe tata jowe mama sura tata sura mama Fatuma wabula muzobu chi muzobu silam idha huwa au hiya katazawajat au tazawaja tadu'uha bi ismi zawjaha buwabanga ya fumbi rubanga ya kulachi yawasa yudai bi ismi mra'a zawju fulan زوجة فلان فلا يقال أم فلان أم فلان ممبسة زوب السلام توقع ماما قوندي ماما قوندي كلا ممبسة زوب السلام مچالا قوندي مامي قوندي تلك هي الدعاوة علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أحسن خلق من خلائق الله ولما كان الله يصف الرسول صلى الله عليه وسلم قال وإنك لعلى خلق عظيم أعظم خلق من الخلائق الله خلقا كان رسول الله وكان إذا أراد أن يدعو الرجل متزوجا قال زوج يا زوجة فلان تعالوا يا زوجة فلان تعالوا ولا يقال يا أم فلان ويا أم فلان حتى الأسباط أتدرون ما الأسباط؟ أتدرون ما الأسباط؟ ما السبب؟ أولاد الأشخاص أيعرفون هؤلاء معنا أولاد الأشخاص مولم؟ نقول وصبت اللغة بمعنى ومسكره ويسمى سبت إذا كان ابن او بنت البنت ابن او بنت البنت ابن البنت او بنت البنت تفهمون متبني او مولاو ولو ومانا ومولاو ملنزي نمانا ومولاو مشي ومولا يسمى في اللغة سبطي او اسباطي او سبطيني كما ان علي والحسن والحسين سبطاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإذا كان هذا البنت أو الولد أو الابن من ابنك لا يقال له عند العرب سبطي يقال حفيد ومانو من الزبامي تاني حفيد فالحفيد ابن الابن او بنت الابن او ابنة الابن
ابنة الابن وابن الابن فهذا حفيد، وابنة البنت وابن البنت فهذا ما الحفيد؟ سبتي. فسبتي مشتق يستعمل على ابنة البنت وابن البنت، والحفيدة مستعو يستعمل بابنة الابن وابن الابن. فالاستعمال بالقرآن والأسباط فهذا تلك استعمال الله سبحانه وتعالى بكلمات العرب إذا أراد أن يستعمل بها كيف يشاء. إن كنت سيعلم القرآن الله واتي وواجه قدر يسبطي أبا مذكروه من مولا ببجوة أتي حفيدة يمذكرون ومانا مجي أبا بيت واتي مرغاندا ومانا مولا بمجوة ono agaye mbikizibwe oye abas bebayita abaana b'entumbwe bebaana ababaana baki abalenzi babayita abaana beki ab'entumbwe sebo mutavuwa mu ndobuli jayinamu n'ebyategeera mashallah abakali osekaki ola noyekyeza nga kibadde kimulemye oyo nekyeza nga muliyo baki kiraba kadi gosinga ki achekani tewa to a ikitiba mumpita hata alhafid la yudaa bismi nomuzukuru taitwa naki yudaa bilhafid hafida sibti sibta falahu shamsi abdurrahmani suleiman hadha laysat biadab izo siki simpisa atarifun ubitegede ndeji twabadde lal arsh al majid walladhi majjada al arsh huwa al ma lian al ma khulqa ba'da al arsh ولا تجد في صوت البروج 14 و 15 آية زيم صوت البروج يكم من إنيا يكم من مكة. وقال تعالى الرحمن على العرش استوى وبعدما خلق الله الماء وجعل فيها العرض قال الرحمن على العرش استوى. واسم الرحمن تفيد الجلال ويأتي بعد اسم الجلال، واسم الجلال من يعرف اسم الجلال في اسماء الله انيا من يرين يلوك قلومي سمان يقى الله نعم الله الله وهي اعظم اسماء الله يرين يلوك علي رسنقك بيتي الدنيا ولذلك روى الإمام الذهبي في سير إعلام النبلاء في تاريخ أبي موسى الأشعري جاء الرسول صلى الله عليه وسلم يوما ويريد أن يدخل المسجد لمن بيجا غاغلكو ينغرمشي مزيكتي فدخل مسجد وصلى الصلاة وذكر الله وأراد أن يخرج فلما كان يخرج ويلياكل شيء افر من مزكتي سمع صوته ناولي الدبوزين قال سبا اللهم اني ادعوك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك ادعوك بانك انت الله لا اله غيرك فوقف الرسول صلى الله عليه وسلم نبيكي يفاكولك أي مريدا فقال للصحابة الجليل أنس بن مالك وفي رواية قعب بن أشرف عبي بن قعب قال له أسمعت ما قال
kala naam ya rasulullah nabi kiyavabu zanti ouli debiasomi namganti ye rasulullah namganti innahu daa la bi ismihi min asma'i al-a'zam a'lam asma'i la asabi allah neri nyali di singo kubechi wa mar rajulun yad'u bi hadha al-ismu illa u'tiya tawali muntu asabi sali nyeri okujja ko ngawe bwachaba kozechi chaba asabi kiyava chuka na mugamba nti rajulun hadha musajjo yogolaba u'tiya mizmar min mazamiri ahli daud awere bwe kyokwewundisa nakyo mu byokwewunda by'abantu bani ba Dawuda wakana abi Musa al-Ash'ari kulluna kama ya'lamun ajmalu sawtan fi qira'ati al-Qur'ani fi ashabi ar-rasul sallallahu alayhi wasallam ye yali asingire dale dobozi yali asingango kunyumisa ki Qur'an ejumbade mukimanyi ما كان من الصحابة أجمل صوتا في قراءة من أبي موسى نبي يلي أفرما فزاد أبي موسى قال اللهم إنك أنت الله العظيم الجلال الجليل نبي ندم ناتشوك ناتم الأجهال فقال لأبي ابن قعب أسمعت ذلك نامغان أبولي ديبيا نامغان منتية فقال له الرسول سيد القوم وسيدهم في الجنة نبي كيفام غانتي أكولي مبدابان تخونسي أغند أبكولي مبدابان نرود نمي جنة إذن الله هو أعظم أسماء الله ويسمى اسم الجلال ويأتي الرحمن بعد اسم الجلال ومن عظمة اسم الرحمن من القرآن سور بدأت بتلك الاسم أو ذلك الاسم وهي سورة الرحمن قال الرحمن علم الإيه خلق الإنسان علمه البيان فليس من القرآن سورة بدأها الله باسمه بقرآن تمر سورة الله يجد عندي ساجي إن إلا سورة الرحمن قل هو الله أحد الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما لكن صوت الرحمن بدأها الله سبحانه وتعالى باسم من أسمائه وهي ثاني من أسماء الحسنى الكثير تريكم إذا تريكم إذا وسعت رحمة الله كل شيء وهذا الرحمة يستعمل يوم القيامة وكوكسا سلاكوكي نكوكو لكل نكول ردي وهذا خالصة على الذين ماتوا على التوحيد اتجابوا بكابا فانقباوا لاني فالفاسقون والكافرون والمشركون غمتهم رحمة الله سبحانه وتعالى الرحيم ايجي قامت شباكو لكو انكم سوى جيدك فهو الغفور الرحيم فهو الرحمن الرحيم فهو الرحيم الخبير يستعمل عليهم رحيم 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 فالرحيم في الدنيا والرحمن فيه في الآخرة لا يرحم إلا من كان متقي يجي شيري الله تجينا كساسر وكجاكي اليام وكولج أمتيا ونسأل الله أن يجعلنا منهم الرحمن مساسزي على الأرش استوى يتبين كلا كشي كنا ملوندوي سورة الطه الآية 5 ثم استوى على العرش سورة الأعراف بذي آية وكل هذه أخيرا يقول الأرش هذا بعدما حملها الله سبحانه وتعالى من الماء أو على الماء لأن كان العرش على الماء من قبل فخلق الله سبحانه وتعالى بعد القلم الملائكة
بعد كتابة المقادير، مقادير الخلق، خلق الملائكة فأمر الملائكة الذين خلقوا أولا أن يحمروا عرش ربهم. الله جيباتنا ملائكة نزل غير زيواني لك أرشاء الله سبحانه وتعالى. وذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن قائلا الذين يحمرون العرش ومن حوله. الله يعلي أزوجك يا غانتي زيزست دي عرش زيزواني دي عرش ومن حوله يسبحون. هذه الملائكة أيضا يسبحون الله. تزيكم أبوكم يكوكوان تزيست دي عرش نيرا نزوزي جوكيلاني زتندرزاني الله سبحانه وتعالى بحمد ربهم ويؤمنون به نوكم مكرزة نزيكو لجي نزي مكرزة ويستغفرون للذين آمنوا اللهم اجعلنا من المؤمنين نزي سبع الله أصني وابجي أبكرزة سبع الله تتكم به مستعين سمع الله يقال قل الله واتم سولة يوغيرا مجدهم تقولي له إيه ضعيف هذا نبي كي يقول ذا قوم كافي يزيد يقول أجي قال من ينصرك مني ويقال لبعض نامغاني أن يكون تاساك نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء فقال الله نامغاني يعني تمجد ونزل السيف من يد الكافر وحملها الرسول ميكونو جاكا انكاني كسوني كفم ميكونو جو مكافي نبي ناتي كولاج ناتي كواتا. ولما قال له من ينصرك مني كأنما ما سمع ما قال الرسول يلينغا تولي دي نبي جاكو زيجي بل سمع ولكن لا يعقلون ذلك بأنهم قوم لا نبي جاكو سيزو كتاسي ويكولي وابل الله أكبر أنبي الله يبكو لانغا تبكو لجي nga tebategeera olwaleero nze nyina ekigambo kye ntera obbagamba mukafiirire bw'omupangira enkwezi pana zitya ng'ozipanze lwatulunye mwattu tasobola kuzitegeera lwaki baatondebwa nga okutegeera kwabwe kuki kutono ebyo byokkalla byaba basaasidde okutegeera byebasobola okutegeera byaba tabasaasidde ne bwakiwulira ng'okiyimba so ye al quran eno quran eyimbiddwa emyaka n'emyaka istamalu minha mastamal bihi baje yambisiza mu ngeri zonna ze baagadde okufunamu emigaso gye bakoleki bagirabye nga byeribu byebisinga naye basigadde bakkiriza bukafiri qurani ne bagikoleki ani amanyi lwaki ngaogyeko kyensoso okwogera la yaqirun dhalika biannahum qaumun la yaqirun tebalina maki magezi يقول تبارك وتعالى وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما بغوا غوا شكاچاوا ولالونو باند بالي مكو تكاتكرا كريسماس وغلي عيسى عليه الصلاه والسلام ولد في فلسطين عيسى يزالي بوا فلسطين وما ولد في جيرسالم ابدا كلا تزال من جيرسالم ايه يسنغو كيرا يبكي والذي ولد في جيرسالم ولازال يردوا اني امني نمرود ونمرون هو الذي ولد في 25 تاريخ ديسمبر جوازا لقابل متنزاج فالكفار الله أكبر ولله الحمد لا يعطفون ميلاد العيسى تبكوزا مزال وغاني بكوزا نمرون كينجي
wa aktharuhum la ya'lamun dhalik atabanji mubete bachikola chi wa yaf'aluna fa'ilan naha 'isa anhum bakole bikolwa 'isa be bakole chi be bagana wa tilka al-ard al-israiliyun linatakal ya israili bada'aha musa alayhi salatu wa salam tiriban kolya 'isa yalitandika ne yalizimba yaliani musa alayhi salatu wa salam wa qala lahum ma qala lahum 'isa na baganda bigambo 'isa be yabaddilam musa yaliafa da'a allah subhanahu wa ta'ala an yakhruj lahum rajulan minhum yad'uhum ila allah yasaba allah basindikira musajja ngagenda bat kola baziriani fa arsala ilayhim allah 'isa ala na basindika mani 'isa wa lamma afa 'isa da'a allah an yursila minhum rajula ilayhim rajula min bani adam yad'uhum ila allah fa 'isa nahahum 'an 'ashr Isa inebi ntukumi biyabagana bibakolo lwaliro minhum biyawa nikuma matayo wembasa ila vide gal alla tatamatharu bil ulaniyun nabagano kufana naba ulaniyun faman manhum al ulaniyun kufarun min bani israel wama kana adatum wa afailhum ebikola biyabi nempangala za wezalichi kana idha jaa tilka atarikh Runako wa 25 nimuno ndo yazalibwa berwako langachi berwatu kanga kanu adatum yadhhabuna ila almasalibu ngabagenda mubibira nibatema yemichi fayaqta'una alashjar asghir wa yazinunaha bidhabu walfidda walmutala'la nibatiji no jebatema ngayo nebajiunda ngane zabu nefeza no butalo bwakayakana وجعلوا يقدسون النمر لذلك كانوا كسينزاني والكفار اليوم المسيحيون كما يدعون ألا قام عندي يسينزاني وهي يقول إلى يسو وإلى تقول لك نيني تشوف كافر يتعلو عن يسا يسو نبات تبقى لك ونمر يوم كبار عن يساني عيسى عليه الصلاة والسلام Adewa lila walwa nyisa Isa Adeba fideza weze zate kiba mlinya liani Lia Isa Walidharika Lama daa Dublius Alfaransiyun An yaamanu bilkitabi Lathi jaabihi Isa Filbulbania Galu lahu nas Ahsan makal Utrukna Wasolu tilka almakal ila birhanisiyun wa akhbirhum ala dhalika fa nahnu la nuhibbuka wa la nuhibbu isa bal balibiyun bayagenda ikola abantu abaze kuntegera yani ya isa alayhi salatu wa salam yagara nabo kumalesa wanga mwinda ne bamuganti fine speech bigamubiki Geno bigamba beburukuli nibali Fenetuwa gala Isa Neka tundawa Isa tutumukulaji Wanahnu lanu kaddisu ahadan Fenetuina nuhumugwe tutukuza Illa wa indana ma minhu minal khataya Wakuja wonga tuina wetumula bidekaka mugwe tulisoboro mwabizanga tumukoye Fanahnu lanu samih Tetusa nyua Wala nansa Yaddo kwela bila فهؤلاء هم كتاب الكتاب الذي يقرؤونه المسيحيون اليوم اتاو بيبناني ني كوانديكا بايبلي ابانتو جيبا سومادي امبيرا بيتو بيغيندي تشوكا باندو ياتو بيغيندا باسيري ولا كلما مر عليهم الزمان ولي مولمبر غونغرو باكولاجي وبيتاكو يزدادون الفجور والفسوق والعصيان والتعلبا bayongrabono nefubu gwenyufu na kugwagwa wala yusamma fil arabi taalluba kibaita muwabo kolachi ataalluba kugwagwa wala muzungu bachita kufakini wala mumu maibe munachogere yonga muzee muzunguru mwe yusabbihuna wa yu'minuna billah wa yastaghfiruna lilladhina amanu ربنا وسعت كل شيء وسعت كل شيء رحمة ملائكة
zino zigamba Allah ndi waitirira wasasa nyoku sasira ko kuliki rahmatan sasira wa ilma nokolaki nokumanya suratul ghafir aya masam wa qala wa yahmiruna arsha rabbik wa yahmiru arsha rabbika fawqahum yawma idhin thamania Allah yirako malaika basudda arshi abagenda jisula kuluna kulenko mirero munana ba malaika munana wasafa Allah jibril wasafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam jibril alaihi salatu wassalam nabi yanyonyola ko malaika atya jibril alaihi salatu wassalam naganti wasaatuhu obugazi bwani alina 600 ajiniha ibiwawatiro rukaga ngebibiri kubyo idha tawasa bwabitabu ati nebikoleki arduha ardu samawati wal ardu bibike guruneki bwamala nabita makuru tabita kuba bwabita gulonesi birukoleki kati aina lukaga kwebyo zabayin kanaki wadha khalqullah echo nacho kitonde mbitonde byani kana Allah Allah yagala kuzikiriza majini yatuma jibriru namugamba an yasta'mala biyadihi al'ulya al-yusra akoze somo kono gogwachi ogwa kono ababonerezi najja nadiro mukono gogwa kono nasule biliyo kunsibyo na ngali kugulera shoka yateka yutesi watu wansi nachusa nabika ngabo kwale so wanno bika kuchi ensiyo nane fuka flat nekuta sigala ko kiramu neki roza baye nkana choyo wa huwa mimma khalaqa Allah ene yali maalla biya kolaki Allah biya liya mogerako yagandi shadud shadidul quwa dhu mirra fastawa wa huwa bil ufqi al a'la dhu shadidul quwa wa man musukuru mumaji mumanyi dhu mirra maani al milla ma al mirra dhu mirratin ma maana tuvesi yetu abadde tujja kubyogera nga tuzeye nam yahmiru arsha rabbika fawqahum thamania bajisitula munana nenga olyoma ayina ebiwawati olukaaga oba bina obumiat janahi ebiwawatire bikumi bimeka nenga buli kiwawatiro sama arduha adduniya kullu ezitali jibuliru buli kiwawatiro kyayo kimala ensi zonna tekireka yadde naaka mu kiwawatiro kimu تجرى في سورة الحق وآية 17 وقال تعالى الله يقول لنا يقول لكم ملائكة من إله وترى الملائكة خائفين من حول العرش من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين كلها صفات الملائكة فهي صفات السماء والأرض يقولوا ننسي وبيتي وبيلي وقولوا وبيه ولي أرشي كتي وتبرز بنو وتبرز أرشي وينكنا كبا أمان ينغا وويري وبونا تسوبرا كبا تأرشي سينغ قولوا نكي ننسي وبنيني وقاتا ما قولوا مسامو ننسي مسامو نوتفنا أرشي يونو جيغتهم نوبي جنبي نميرون دي متوارو أباقا ليبا ينكنا جولو
ذلك جاء في الدعاء المروي في صحيح في دعاء القرب حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش الكريم لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم أي الدعاء سبحان الله كجوك أزيس نيسي نجد من زين جمازي وغنم مسلم وانجي بدلهم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش الكريم لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم تلك الدعاء جمعت فيها صفات الله وصفات العرش باتي كما يتندو يا الله كو عرشي قام يقول لك سميت العظيم سميت الكريم سميت. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا يحيى ابن العلاء عن عمه شعيب ابن خالد حدثنا سماك ويا بني مزم مقوات النيوي أمي ثاني سماك ابن هربي ابن عبد الله ابن عميرة ابن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن ابن عبد المطلب كنا جلوسا عند الرسول هذا انتوائي تتدي ومشي أنا عباس بن عبد المطلب غجاكو عباس متبني وعبد المطلب وهذا هو أبو ابن العباس هنا يتاتا وابن عباس تقريكك سابق بايتان عبد الله ابن عباس ابن عباس كان صلالية الرسول هنا يليوا رغان الوامجي يلي موانا واتاتاوي ومشي ومتو لأن عباس يلي تاتاوى النبي ومتو وهو ابن عبد المطلب وعبد الله أيضا كان ابن عبد الله دل يلي موانا واني عبد المطلب يتاتاوى النبي قالوا وما يو تاتاوى النبي يزالا أبو طالب نازالا عباس نازالا عبد الله نازالا ويرا بيد كم باجو كده تجا كو بيدام جا جوان نبي ازالا تاتاوي يزالا بان امري عباس امري ابو طالب امري عبد الله امري نعم جعفر امري حمزه امري ادم منازال عبد المطلب چوگا يزالا yake nyini Abdul Muttalib arena yezara agant kunna jurusan inda rasul sallallahu alaihi wasallam bari batu deno mi nombaka bil butuhai al butha jalasu makanan yuridu an yusma'a tartar'i ar-rih tartar ar-rih wa tartar ar-rih يأتي هذا عند العرب كنوشجا ترتر الريح كنوشجا نغا أمنتو أبدا مجسلة چاچي چابوغم فلما أمكان نانو نياكاچي أكافو يسأل فيها الريح نغا يزوكفوني نمغا وكوو كووو رم وانفو با وكوو با كفاكاچي أكوو ويف فيسمى البلتحاء باللغة تبعيتا البلتحاء بالبلت حمكول بالي بتو دم تشفو اتش وي ويف فمرت الصحابه اتشكا وبيكيرن اتشكولاجي نيتيتو ابيري بتامبرا مبيماني فمر الصحاب كيركو كولاجي كوكيتو فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اتدرون ما هذا قال الرسول للصحابه اتدرون ما هذا نبي نرى غاندي اتشي سيو مچماني قال الصحابة قالوا جميعا والنبي عمد دمني ومقام انتي صحاب يا رسول الله اتشي كيري يقول الرائي الراوي راوي قد قلنا صحاب نتمو غاندي جيجي كيري وبابيري قال والمزني
نبغانتي آتي المزني ومن يعرف ما المزني؟ المزن ما هي؟ الذي زنى. الذي زنى. جزاك الله خير. قال ابن تيمية وينزل بتبي سانغ مديك سونا لي. ليك سونا ينزل يني بيجابي زت كولاجي. غوتشي يكغا. نوكا باتو غام بيبيرامو. شنغاري تشي كولاجي. أمي بيجام مونغا بيبي أغورو. Nabi yavyo gira nganga nabi singa mji Singa mwalabu Rabo gina mdikisona Kamusu Chine chigambo chinzo kukulaji Wakukubula Almuzni huwa lathi yazin Yaunda Nabi yavyo ni jumichima yinti chile Wasaabu bimaana Atazin Saabu jino yuze chindwe chuunde Chigato vichi Obugasi Suhiba Min kathir Fasummi ya sahabu Laana wa suhiba Bajita sahabu kubanga chigatibwa wichi. Bugatibwa. Faladhi yusahibuha au yasunauha. Ona chigata gata fawa almuzni. Ya michi? Ya muunzo yu. Kala wa almuzni. Na wakandi ate o muunzi. Kana kalimatun jadida inda sahabatu rasul. Chari chigambo. Chipia. Umatu gabaji. Gaba saba. قالوا شباب مقام قلنا والمزن هدي والمزن يا رسول الله ومنزي قال والعنان يلا بتبتقد مزني نابا غامبا ايش غامبي جوكميكا ايش كبيري وهي العنان التي سبب المقام فالعنان هي سبب المقام عينانا كما عينبا الذي يقوم به شيء يقال له عند الهم العنانا نبي جباغانتي العنانا كالي أفوكين سونغا يوكو براو كواتي كواتيو قالوا أصحاب جبابا بمغانتي أوه الله ورسوله أعلم عنان وفي رواية يقول عباس بن عبد المطلب يقول فسقطنا اغانتي بو يتوبو زيكو نتوكولاجي نتوسيريكا فقال نبي كي يفاب الدمنا وغمتي هل تدرون كم بين السماء والأرض مماني بانغا تيريدي وكتوى قرنينسي قال قلنا الله ورسوله أعلم اغان نتوم غاندي الله نمبكا بباكولاجي بيبا ماني قال بينهما مسيرة 500 سنة. نعاني وقتي وقولوا نسي ورو رجندو تامبريلو مياكا ابيكم يميكا. وبانغا وبدوا كولاشي. وقتامبرا كسبيدي ينوني كوي تامبريلا. وتعجمي يا كبيكم يبيتان. كتبوا توما ينوني. وباتي زونغريزي. كتعجمي يا كبيكم يميكا. Kaka chovola ba? Aba kafiri ba no? Allah basasi le bategere. Recently, 2 or 3 days back, Trump yasindi se chizungirizi. Chideyo chigenderu da? Chibaso kukusindika? Chaburi dayo. Chibada kukusindika? Niba chibali le miyake bikumi bibiri? Nga chitu chute chitu ukanga? Najone chikoreji? Echadako checha Ramsfield chage ni miaka 5 mugu mwe mabega chinajo cha college ejo chadda ne chaba gamba abavamu babagamba bantu ba strong ebagandi chemutu sindikawo chinzoko bati chitukikako lirobanga agezako kutuka ngolaba ngokoze echi ogenda kutuka obaddo kiraba nga cheyongedde olugendo linzoko bali miaka nga 5 Ni hati vizuhu wacho vulibu mundi. Chisigala chikusikiriza kubosigala uchiraba. Ye gulu ili vizuhu walio. Walwe malaika muhadithi dhani kwa imam Bukhari mitarek kabir. Ya sabako alibi wawati nonge ya gali buke etukeru dawa. Kwa arushi. Malaika ezaku manga. Ezaku manga wansi arushi webera wa gulu. Nenga zoziri wano. Nga ziji waniriza. Bula vika gama.
Allah ajua nilao mubanga zone zibera wano zibagamba ze zijikuma kwa na zote zijikwatako zine zijiwanira te zijikwatako ndi zijitukako wabula ziba zijira babuchi malaika agendo kulabanga wano ne wali kuchi kumpi negamba Allah ninze no malo nyongera yoku biwawatiro wampa bina obalukaga neno malo mpa ne biwero 10 yali sinjitukako Allah najigamba nti la ya beruguhu makhluku echo de kitu kibwa kuchichi chitonde makhluku la yublagu makhluku echo chitonde chitatu kibwa kuchichi chitonde malika ni mga ni zengenda no marompa na ajiworu kumiro ya saba mbiwa watiro nebuka ya male miaka rukumi mkubo netuka wetuse ya gendo kulawa angere chabu za yoru gendo wa miaka ya mituwaru muramba Chiyave mugama ndi akati rugendo lwembuza yalo amyaka mtwaro muchi mpibi wa wati ro mtwaro mulako gabuli chiwati chitwaro muchi najiwa najiongeza ne speed ne msabaji kirize ajiwa manyinge genda ngalu temya lwachi dwaliso Allah najigandi neddo temya lwiso lija kukereya butsun nkuwadde akamyanso ogenda kutambula speed yakachi echi Omuntu watemeze mirundi ena gobo tambuddewo okuva mpaka Masaka. Najua. Najongera amanyi. Malaika nebuka yabukire miyaka emitwalo amakumi asatu. Egenda kutuka ngerabo goyongedeyo lugendo lwa miyaka milioni nga namba. Yabuka pake biwatu lubyaji kunyukako nga bikoye nebange esigalide ku dolosero. Negeerirawo Allah najisonyiwa. Boyadda tiadda mkuba kona chiyogera paka na kati paka la lwali zinga kenzi ya sirika kati yeye manyiche bayitani Allah nanyine arusheri wakati we guru nensi waluo rugendo lwa miyaka 10 bikemeka 500 sana wazaruba rwenkana choro yakulu wa min kulli samai ila sama masira tu 500 sana nabia gandi nabuli guru okutuka kuguru wali warugendo lwa banga lya miyaka 10 meka kuba muguru lisoko gena muli okubiri otambula miyaka 10 meka nibino nabibabi mutambuza mukiro kitya asra bi abdihi layla min al masjid al haram ila al masjid al aqsa alladhi barakna hawla Allah yo Waluwa msilamu wa Uganda alaba ngatasa ula mutasa kubala bibi. Maakullo thalik. Waluwa alaba nga. Sebe ni mpozi nga tandaba kutandika. Sebe ni atandika mbala kutase. Aloyo waluwa msilamu alaba ngatasa ula kumuku ataku wali. Ngabada joga. Ninyere na yeye raba mchi. Yezini bilayri. Ekiraga enda na ayenda. Atatebeleza na yo. Ndiyalo ya sobele okumujira mwa wali omuchi. Ageyageya narimba narimba nabba nabba. Ngatalo oze zanti. Nanyini manyago. Takuli muru kwata. Wabasa ze okulachi. Mabaina samai wa sama. Masira 500 sana. Kuloze gulibali yankana choro. Mubugazimu wanvu ne mkwa mbuka wa guru. Miyake bikumi meka. Bitano. Agena maso agamanti. Wakatha fa kullu samai. Masira tu khamsu. Khamsu meat sana. Mubugazimu wabu li guru. Rugendo wa miyake bikumi meka. Bitano. Wafauka samai sabaa. Wagulu wagulu eliyo musanvu baharaini eliye nyanja baharun waliye nyanja baina asfalihi nga wakati wa yo ne arushi wagulu eli wagulu nyanja yo aalaha kama baina samai wal ardi okuva ku nyanja eneri wagulu wagulu eliyo musanvu okutuka arushi webera okulina na arushi webera
wenkanankana emirundi kumi okuva ku nsi paka kugulu erisooka gy'emyaka 15 erugendo liriwawo okuva ku nyanja eri paka ku Arusha. Waliwo olugendo lwa myaka 10 mmeka 15 gine jamwe jenyini jamwe obadoloza ate guli guba munene kati bwobalira ku gine jamwe kubanga bwobala wano olunaku maaso ga Allah lwenkana kaalfi sana inna yauman inda Allahi kaalfi sanatin mima taudduna bwebogera ku lunaku olweggulu bategeeza emyaka 10 gine jamwe Allah gandi mima taudduna mujine jamwe jemubala mu January paka December Muharramu paka Dhulhijja jine jamwe wali okuweza lunaku lweri kwa mugulu obobaze jine emyaka emeka kati ku nsibu obobaze bulungi mwaka wangalirako emyaka ebiri nga n'ekitundu n'ekitundu tekinnawera manyange naku bbiri mwe ate simwe ne bajjajja mwe nga mwebatadde temunakuweza yadde naku ebbiri n'ekitundu bwoba balidde okukalende balu Allah kati oba ensayinza Allah kuba nno nga yajuwa emyaka 10 manyange naku 10 nga gwolaba ebbiri n'ekitundu esigaddeyo enjala yinza okubeera giteekawo nga egenda kuwangalawo okuva olwo lwemwatandika okubala ngaesigazayo ennaku endala nga 8 ku 7 awo gwe toyinza kubanga oweza n'essaawa mu bulamu bw'ensi bwodda kalenda y'eggulu toyinza kuba kirenga njuba kyeri gwe oyinza okuba oli waddakiika n'eddakiika yinza okugaana okuwera yinza okuba oli mukatikitiki kuwagwano bwobala nti mpezeza emyaka 10 eri bakuwandikako nti kati aba lunaku olwo neegyo emyaka wana neagiina kala teri eno ensi yamwe Uganda mugiraba nabagamba eri myaka 5 mudde mu byafaayo tennaweza yadde olunaku bukyanga ebitandikawo paka kati weekolaki tennaweza luki mwe abagirimu mwe muwezezaki naye nammwe mulaba mulina kyamaanyi wakati w'eggulu ly'omusanvu ne Arusha okugisemberera waliwo emyaka olugendo lwa myaka 10 mmeka 5 sallallahu alaihi wasallam yaqul nabi agenda maaso ennyonyola agandi thumma fauka dhalika 8 au alin baina raqibna wa adhlafihinna kama baina samai wal ardi thumma fauka dhalika al arsh bi 10 kati wakati wa distance eno y'emyaka 15 weekoma weeyongereyo emyaka emirala mutwalo mulamba distance bweruba lugendo ng'obadde otambula olyoka otuuke ku Arusha weeri teeza n'eggulu liri wala nnyo ne Arusha muhadithi nabbi yagambako nti Allah bwagita kigitwalira emyaka emitwalo ng'ebiri okutuuka ku ggulu abadde agitadde okulikuba kigitwalira emyaka emitwalo emeka wabula singa emala n'erituukako mu nsi ne mu ggulu temusigala kiramu kuba bwejja bweti byonna Arusha bimalawo bwebigira bweti jasiti mwena mufotoka bufotosi wa khalaqa Allah subhanahu wa ta'ala mima yusamma qut Allah yajitonda mu materials gaita qut qut ma maana qut sid qut cheki kyefananyizaki kiganye ne mbaru warabu alqut kibaitaki quti yeminu esinga okubeeya ebbeyi
وهي خلق الله سبحانه وتعالى وهي زالئ من زلائه أهل الجنة. كيجمكم يبغى جبيعين وقوة بمنني نجي ديانا. قلتي بوجيتون لزابي إريسو إفامو غلودي. Boji tega kwenyino nebamu siriva tugeze. Boli chitundu cho woji tade. Ebako minu nendala jekola chi. Jekola. Yusama kutin filoga. Bajita kutin limadha. Luachi bajita kutin. Liannahu kawata mujmalul mazalib. Mushtaka minal kawta. والقوت مشتق من القوات والقوات معناه المخرج منها كل شيء قوات جدجي فامو بريشيجي وبنت عندك ويا بريشيجي فإذا كثرت يسمى قوت ببيب بين جبابيتك قوت وإذا كان واحد يسمى قوات فالعرش خلق من قوت عرش باجي كلامك مقوت والعرب جرى ابرب باغزاكو كوبيما قوت غرام يا يتيا ام نيباغان تيجام تينا غرام تينا كيلوغرام اتاندي كيرانغا مواتي كابيني كايا كاسمبا يوكو اكاتو كابابا جو كايا كاسمبا يوكو باكاتون كاسوبولو كوزيتو واواتي كوابي كاجيا Ewantu wali okusijeni nekabonda yoku saidi kageja wakateka dako weye matiri yomu wako leche wako la arush kati arush yoka nabagamba kunkul bajamu maguruga arush sifagamba kwa arush sifuwa gira Aritu wali tuwagira kuna murondo yani Ya Sulaiman Ya ula arusha ya Allah Ya ulene na murondo yani Ya Sulaiman Sulaiman Hawa min kunkul Ya Sulaiman ya jiba michi Sabi kanina ulia wambu zambu atechechi Sabi wa nyonyola wano Wadu tagadi Allah kunyweze Nafatu nyweze Silamu ijananzibu Bulijo yongiro kusamu silambunu Joko moku wangiru kula wanga Alono Mburu nebiyo kumaloko nebiyo kuogira Wama bakari kucha inecho ya gara kuogira Kwenye nyele ne Eh Ijo na jochi ni muinza buwani Nenga buwachite guru nesibi sana u Arejo na chita kosebua Newe chili chili wechi lagiro Tichi vaa wawo Wa faukaha Allah Eri wa guru wacho Kade Allah jari yo Arela siku cho Siku ji Wadudu Aya Qurani ganti Ala al arushi stawa Ala Owechivu nulamateka gulimi Almutabalagun birrisala Chiba waguru Lianna Iza Nasaba au massa Fahiyal julusu Bichiku atagana uluchiba chituzidua It is pressed Singa chiku atagana neche chikulachi Neche jiko Bel alistiwaa Chibaito kutebe nkerela Chejindu kusigaranga techiri kuchino Ningarea chiri kumpinichi Kati Allah taliku na murondo Tajako Adhametu mina larushi Asinga ku arushi Obunene nobu gulu mifu Irana malaji tulake botoka Kati boda ogezeko mkubejiji Ukafu wala ukafu wazi Chovela ya ganti stawa Aina watepe nkereda Ejechechiko lecho komu nchara sobala kola La ya stawi li insan
mutasobola kutebenkera innahu yajlis wa yatamakkan yakalira buki wallahu yastawi Allah atebenkera buki otebenkera odyanga kabina tekatudde tekisobola ekitegeeza talina kabina otebenkera odyanga amagulu galengejja tosobola tomulowoleza okuba namaki huwa Allah oyagala omumanya saba Allah akuwejjana yagala omumanya ekkuba erisooka nonyawolwani otalula eddiini Allah bwakkiriza shahada yo Allah yagamba nti lilladhina ahsanu abalongoseza abakoze byembadde nkolaki byenabalagira okukola alhusina balina ejjana wa ziyada nenyongeza atadiruna maziyada ru'yatillah enyongeza eyo kulabani agenda kuvaayo bajjewo Allah agenda kuolaba kiriza bagaye ndimba we nyongeze amba mugambe ndi wama ziyada wama ajmal wama afdal min aljanna kijo kisinga ejjana bajjewo hujaki jiji lirijawo bamukubeka amaaso avemu ebigambo byosaba Allah tuteke mubo salamun qawla min rabbir rahim akakaseera alina amagezi n'atalina ke yali badde akolerera tewali buwanguzi bufaanana obwo babo buli lwe bakunyonyola bye yatonda oyagala okwebuuza naye ye ali ati aye nga kikafuwaza okuddaawo gamone naye afaanana atya olwova mu busiramu laisa kamithlihi shaiun ate bwogaa nti afaanana ate ekitegeezo omaze omumutebereza nti alina kyafaanana ate nga ye agaanye okubaako teyeganye wabula agaanye okubaako nekyakola ki nekyafaananyirizibwa agaanye okubaako nekyafaanana fahum ebitonde adhaafu minhu byawansi nnyo gyali fala yudaafu ilaihi bitamathil tebikubwako kifaananyi gyali nga bwatakubwa kifaananyi gye bikola ki alaika nta fi bursuk otegeddwa kuteeka mu bokisi yeyobwongo fahuwa llah yeyani fakat basi ebirala byonna ebisingawo bikujja bujja mu buki allah tutaasi agenda mu maaso agamba nti thumma fauka dhalika al arushi kati waggulu wekyo yewaliki arushi tebenkero lya allah baina asfalihi wa alaha kama baina samai wal ardi wallahu fauka dhalika kati allah ali waggulu waki wekyo ate era distance allah mwali okuva ku arushi ashirun talami ma alaha ma baina samai wal ardi emirundi kikumi kibaita ashirun talami emirundi kikumi edistansi eri okuva kunsi paka luddawa kuggulu gyemyaka miliyoni namba olugendo lwa miliyoni yemyaka ki okuva ku arushi okutuuka lawaali waliwo olugendo lwa myaka miliyoni bagambye nti asharata alami gino bwogiza kino alam kino kigambo kya luwarabu kati tebagambye nti ashara marati sibaga emirundi kumi oddira bino bitaano bitaano fa talamiaha ashra talamiaha ashra n'okubisa ebikumi byagyo kumi
obitege dekati ora bire gabi abyo ngananga bizubi abi kunyonyola nyo bitegere ne katika nsule to bitegede a talami aha no goberese bikumi byajo 10 wa milioni ya miaka olokotuke jalla fi'ula wali aliwatia takfur oja kafu wala atunude saidi ki kafarta owedde akola ochi owedde bitebu ki elato deka no hiro sanako chakufambu silamu agamanti wafaukaha Allah wagule yewaliki Allah وليس يخفى عليه من اعمال بني ادم والمخلوقات من شيء اجاري جاسينزيرا نالا بابلي كيغندا ماسو بيتوندا نكيبانغا تيوالي ngeri jo mukweka abazungu baina bakita ego ai eh kirimu banga ambu wensi zonna buli kigera maso munsi Igo haye bechi kolachi. Nechi enka kasa tena bachiri wanukati. Chubaba limba. Igo haye raba watali bati. Wali bati te kolachi. Otherwise. Mwena. Awazungu bali wade babalina luwa yenda. Singa yistole wa mwenda wa mulina. Nechi raba kwa na wamala bino nyeleza. Ichitikiza ndi waluo vibata kolachi. Vibata alaba. Singa zina Uganda tezichi abona abona na batuju. Amerika yali wadeva kubira mkumi zikachi. Walokati atute bomu walimu toi. Neva vya 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 antu vya chiyaye. Neva mara kwa ula mjifane batu nula woo. Neva sindika ona haba antu. In other words, boti bali na busobozi. Allah ta sindika. Ya sinzira wali. Gani ayenzi. Yevi sene mburangiti. Katuko msoto guli wansiwe chitanda kwa atalaba. Gweno luwa kuru chitando yenda. Wansiwa liyomuchi. Arego tukulaba. Ata atali mchitanda cho. Are ya alaba nechiri mchitanda. Necho kola achiraba. Na alaba ne munda omu kazi gogendo kweso nsekamu. Katibu wako kwa atila yono le mwoku vayo. Eh? Mujibache unye. Bochari muno gero kuri ngato chadda. Ochikolotia. Eh? Oyogera bigambo cha usaga fly. Oba tu builai. Ogambo mutu chiyezi gambo che chiba chija wao. Eh? Ngaba kwati de mu ndabe zwi. Ogenda mzee. Allah tutasa okuonona. Adatu sanywe biatu kulembira kumu kusoba. Allah subhanahu wa ta'ala la yakfa alayhi shay'un mimmin a'mali bani adam min shay'in. Hada harithin bil lafzul imam wa ahmad wa muslim. Warawahu aydan abi dawda. Bani abi dawda biya juwandika. Idhan fa sifatu sama. Raina anna sifatu al-arish khuliqa min quti. Arish baji tonda mchi. Mukuti. Shepu ya yo. Shepu ya chi. Ya arish. Yaqulu nabiyu sallallahu alayhi wa sallam fa anna laysa laha muta'allalun ma'rufa. Tina shepu moinza jiteka. Kubabuli angu moji tunuli lila. Yabira mshepu ndala. وعلى العرش بتى وبنى وزلى فمنها التجاعيل إلنا أمدالا جنجولو إلنا شيب سيزنجولو إلنا أنغوزي ومتوالو ملامبا موصبولو جيتو نوري دي لكتير رجيكوبا كفاني كتولا يانغو تولا يانغو كوزي جيجي أبا سوما تولا يانغو جيجي Ono nyalabi kakati yibuzo. Teko kuwa ya semba. Mbutula yango ya tula yango. What is a tula yango?
It is a three-sided figure. Hey, where do you want to say? Where do you want to say? Hey, lekitango chechi? Nisima, lekitango. Obo kafiri mumusiba mwekati. Hey. A figure with two equal sides. Two equal sides. Akalamu kaitachi? Eh? Sukweya chechi? With all sides equal. Chawukanira wano oli chava okwogera. Ndozola ebintu bya bakafiri. A four equal sided figure. Ate le kitango maji iseki? Hmm. Equal. So jela wanga baba kubuzabuza. Kamba dile mchayo gede muruganda. Le kitango ye figure ange ina side biri nga zenkana. Ne side biri nga zenkana. Sikuwea ye four sided equal figure. Mumpenja uleriwo. Bagenda basi liwaza mungeri emu zikamba situlira omusomesa w'oluzungu akubere kitango ne sikweyo kulubawo wa majira nanti nangi kyenjagala okupruvinga mwe just baba weta bwesi bwongo kuba kati kuba sikweya kakati mundage njawulo. Mwina buinyi magezi chembala byemu ale mwatu baba malayo bwe bati bira biraba nega mudemu mukoze so bwongo bwamu eno four sided equal figure eno ezo ziri nya nezino ziri nya ale zo naziri equal waluwe tengana. Two sides is equal, two sides is equal. Four sides is equal. Eriwa. Biri zenkana, biri zenkana, nyazo na zenkana. Katidira nenya uchuse mchuse seteti mendi. Ogamendi zino zenkana nezini, nezino zenkana nezino. Enja ulo. Erimu meja mendi. Sima mugendo kungamba. Nenge njogera yetia. Musoke mumpiti lembwe mbizi. Mchigezese. Mumpiti lembwe mbizi. Temu sobora. Zekanchiba korele. Ani moro. Sibe guri? Eh? Tola banga wanao wabasiriwaza. Tugende kudarisa jetu wade. Mwenye wanda ye. Kati awahmada. Kumye jejele bulu wachi. Ala mitadalanga yali mutufu kukwe vivuzo. Wali musiru. Otekende. Tugende maso. Naam. Ewe hadithi. Tunye nyodo butonde bwa. Ewe tendo biyachi. Biyana mlondo. Tahta ha. Wansi wachi. Wana mlondo. Laha itiladun. Irina matirio jibaita al-itiladun. Italada. Rubama idha nadhata ilaihi mina shamal taraha dhahabu. Wa idha nadhata ilaihi mina liyamin. Mina liyamin taraha. Fidda. Wa idha nadhata ilaihi mina. الجانب تلاء لؤلؤ وإذا نظرت تدون اللؤلؤ لؤلؤ من تشتغز ها بوابو ينجا أبو بكر ينا تفسيري بوابو ينجا بو تكونغاني عليو بو ينفو فتو بتكونغاني زال لؤلؤ بو بابو ينجا بو بابو فمو ياسيري بابو يبتيو
chebaita lu'lu'u chabgaga chiriyawo buri sidda ya mandi si nenga mayinja gabbei so buri ango moji tunulirira yali badenga ground yayo elina shape kala ya gundi ya minro je kolachi je furumia adebo jibera wansi eri colorless olozeberi kyecho eba kiria oyo musizi wa rangi olulimi lwakozeseza eba kiria kiria kati omukubi wa kataimbo atuwe kale yabajitati tiyeze wamara manzani kuwa boda bodo jitotia mbiganye wanuno nsabala nga namu bemba sabira ne sabira bemba sabira Allah sasire tubitegere njakubadira mu kigambo cyo nabagamba ngatusomeye irishadi mu tawhid wa uluhiyya walwe bigambe bisibu ngabiyeta ganya lokusasira buki busasizi obitegere otherwise cyangwa cyakuvamo ngatubikoze iki atubitegede rubane burunga dokunu mama kigekere gambi iki mugiruka wewe ni mekam eh wewe ni mekam eh oh wewe ngambi munja mera mimi chewa kati gokole chigwe izewe mera gokole chimulenzi eh nedda baba ono kati ya miraga semba yo abiri mwesa tu abiri mwena alikuwasa tumugumu sebo njaa koleji tuwende maso nedda lasa eh astaghfirullah ba sifatu sama obutonde bweki kozi balitonda muki munyenye aha amazi aha muka aha omusana aha omwezi ekyo babita bunyogovu ebire kozi kawkabu cheki ate nujumu ane nkibabuuza alqawaqib يمني نيني فهي النجم الحقيقي يمني نيني فإذا تلفى ولقوا يمني نيني يم مجرب وسعتها سبع الدين ومنين بو وين كان انسي مسام امبت يلاچو فولا مولمي ولا لبا جيتا مولم تشاجيسي بلانيت يوتمني بينو بيام wejabeti bwetuka kuguru kati gobalamu wajeri okwenkana bwetyo bwetuka o yunjamu minha anura esindika ekbarre neja paka mu distance wosobola go kufunira kitangala kyewetaga kati reri okuva iyo weri bubango limu distance eyo obola bantu gulinga muliro nga gwe gusenga bola bolimirwa katala karibu etuka gowola bila ate goba tusobola kulaba kiri kuba gogoro batoliyo baye chikubanga chinene ngabola batochi tochi ajiraba wakati tasobola kulaba kitangala chayo ne alaba eri je point nze alaba chekoze chi chemulisiza idan alaba tochi tasobola kulaba wajeva ne alaba kitangala chachi hakadha alkawakib ne minyenye bezi tobezi kolaje
bweziri faminha khalaqa Allahu sama biyemuku bintu Allah byakozesa okutonda ki eggulu tunaa tusisinkanye kujanga olwa ina kyambuuza ebyo tujja okutandikirako okuddamu okumenyaamenya bisimillah ayagala mumawulire wakati wa kursi ne arushi sijja kikola olw'ensonga nti mba mbuuse neŋŋenda mumaaso ekyo nakyo kiina ekiseera kyaki kyakyo era kijja kunnyonnyolwa mu kiseera kyaki ya saawa zino mba nyingiridde mba nyina kubuuka w'enzira ndyoke ŋŋende wokola ki weyagala tegerekese jazakallahu khairi nam kati osaba otya ebyafayo ngaeddatisewedde ngalinzi nyinyonyole kaluta ne maluta saawa zino tetuveeoku musanvu wano webale tibabirinde ebitono sibimanyi ebyo jja bibuuza mwali mu Hussein mufuti agambye ekyo ebyo sibibuuza tebetegedde no bombi agobye ne gwe bagobye buli omu tetegedde munne nam omwezi n'enjuba nemunyenye ekyo ekisinga obunene enjuba eyo nene esinga ku mwezi wabula emunyenye n'omwezi ebyo byenkana emunyenye n'omwezi ebyo byenkana era emunyenye zibeera wala nnyo ku mwezi nti emunyenye weesimba omwezi si wegusimba gwo gusemberera ddala disitensi ya lugendo lwa myaka nga 10 okuva emunyenye weziri kivola gwo ogulaba nga emunyenye nemala esemberawo mwena mufurizinga kuba ate emunyenye yesinga okuba ennyinyogovu ku ki ku mwezi omwezi tubbu yagwo kitangaala kutangaaza buki era waliwo ebintu bibiri waliwo kyebayita siraju nekyebayita ki anur falkamaru nur walkaukab siraju omwezi kitangaala wabula emunyenye yetaala yennyini ekola ekiki oba evaako ekiki ekitangaala oza kyo kiba kisinga kinne waakyo kiri ekyenjawulo kyakyo nti kinnyogovu nnyo kyobola kyo kikuumirwa luddawo mu distance era mwesigalawo zokka nga omwezi guzikidde ekiro eryafulumye empewo ebeera bwerwa ekiro nti omwezi guba tegukyasindikanankani yaago kati zona ezirioka zikola ensinga bwe zaagala obanga alla baba zisaliddewo kkola zivaako obunyogovu wabula enjuba ezisinga obunene lwaki nti naawe wenyini wogirabira ate eri waggulu wa munyenye wezibeera eri waggulu wemunyenye era nemala ezisemberera zonna zisaanuuka kuba tegwa muliro era bwezisemberera omwezi nemunyenye bino bibiri byonna bisaanawo kyovolaba era laba aba agenda bisisinkanya ene enjuba asooka junyumunguzaamu naye abaali batunulidde nga biyisinganya bwe biti mu mazzi nga bemubikola gwolaba kyekiyita mu kinne wakyo omwezi ogulaba olaba gubulira muki mu njuba fihin guyina ensaanawo gye gusaanawo ne guddamu ne gwekuŋŋaanya buki gwekuŋŋaanya bi amurillah lwakiragiro kyani kya allah eri waggulu nnyo nemunyenye masirat myaka nga 10 era eyo nemala edda mu distance oba emunyenye oba enjuba mweri mwemwena mugwamugwe babalaba kugwanga mukazi ekimuku allah byagenda okuleeta nga ebibonezo yaumal qiyama agenda jissa ejje mu yaadi mukaaga genda kubeeranga mu switch awo kati nga tewaliwo ogiwonera lwaki nti n'obunene bwayo bwokka bwesembera bwe bamala bumazi allah tutaase naam tolikutte bulungi bakuwa omusomo ekirikodingisa emisomo butadda mu bigambo lwaki temwagala kutwala misomo egyo obadde owandiika emyaka 50 naam
Allahu akbar walillahi alhamd. Wanne ga Allah tuzazir echo nyakchukira ku lokutano. Inshallah. Alhamdulillahi alladhi sahhara lana alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Eyentege Azi kuzekerede nsekerede byo yogedde. Nejo tujja kuchanukula n'obujulizi ku lwokumeka olwokutaano Allah bana batuwangaza n'atutuusaayo. Aktafi bidhalika. Nkoma ku ebyo. Wa aqulu ma asabtu fa min Allah war rasul wa ma akhta'tu fa minni wa min ash-shaytan. Wa nas'alu Allah an yaj'alana min alladhina yastami'una al-aqwala fayattabi'una ahsana. Allahumma zidna wala tanqusna, atina wala tahrimna, alimna mima jahilna, wadhakirna mima nasina, waatina fi dunya hasana, wa fil akhirati hasana, wa qina adhaban nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa shukrika wa husni 'ibadatik. Allahumma ihdina fi man hadayt, wa 'afina fi man 'afayt, wa tawallana fi man tawallayt, wa barik lana fi ma a'tayt, wa qina sharra ma qadayt. فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت تباركت ربنا وتعاليت رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا ندعوك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اصلح أولادنا وأبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وجيراننا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان الذي جعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنا نسألك للأولادنا صلاحا وللآبائنا وأمهاتنا وجيراننا والإخواننا إخواننا الذين سبقونا بالإيمان لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم برحمتك الواسعة غمنا اللهم برحمتك الواسعة غمنا اللهم برحمتك الواسعة غمنا برحمتك يا أرحم الراحمين رحمتك يا أرحم الراحمين رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من المؤمنين ومن التائبين ومن القانتين ومن القائمين ومن الصائمين ومن المتصدقين ومن الصادقين بأنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اجعل يومنا خيرا من أمسنا وغدنا خيرا من يومنا واجعل حياتنا واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير والموت راحة لنا من كل شر بأنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك أن تعيش أن تفعنا حياتنا إيمانا بكتاب وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم وأن تجعل خواتمنا خواتم الإسلام لأنك ولي ذلك والقادر عليك. حينا مؤمنين وتوفنا مسلمين ومن المسلمين شاهدين وأنت على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم يسفون سلامنا على المرسلين والحمد لله رب العالمين.